بكم إلى موجز الأحداث الرياضية على قناة الحدث الإفريقي. يشتعل الصراع على الحذاء الذهبي لكأس العالم 2022 بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، الأعلى تسجيلا في المونديال بعد تخطي ثالث أدوار البطولة وبلوغ نصف النهائي. ويتصدر مبابي قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف بواقع هدف أمام أستراليا وهدفين في الدنمارك ومثلهما في بولندا، وغاب عن هز الشباك أمام تونس وإنجلترا. ويحل ميسي ثانيا برصيد 4 أهداف بواقع هدف في السعودية من ركلة جزاء ومثله أمام المكسيك وأستراليا وهولندا، وغاب عن التسجيل أمام بولندا. ولم يحقق البرغوث حذاء المونديال الذهبي من قبل، وكان أفضل نسخة له تلك التي أقيمت في البرازيل 2014 إذ سجل 4 أهداف. وبلغ المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني نصف نهائي المونديال، إذ يواجه راقص التانغو كرواتيا هذا المساء، فيما يلتقي الديوك مع المغرب يوم غد. ولعل تألق النجم الأرجنتيني فقط أمام المنتخب الكرواتي لا يكفي لانتزاع الحذاء الذهبي، ولكن يحتاج أيضا لإيقاف زحف مبابي زميله في باريس سان جيرمان نحو توسيع الفارق بينهما. ويصطدم خط هجوم الديوك الذي يقوده كيليان بمنتخب وليد الركراكي، والذي نجح في سد جميع الثغرات طوال مبارياته في المونديال. وتزداد صعوبة مهمة مبابي خلال مواجهة المغرب الذي أثبت أنه أقوى خط دفاع في البطولة، ولم تهتز شباك أسود الأطلس سوى مرة وحيدة بهدف عكسي أحرزه نايف أكرد في مباراة كندا في ختام دور المجموعات. ويؤكد تلك الصلابة حارس منتخب الأسود العملاق ياسين بونو، الذي عجز المنتخب الإسباني خلال دور 16 في هز شباكه خلال ضربات الترجيح التي خاضها بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. في المقابل يحاول ميسي الظهور مجددا بتسجيل هدف أو أكثر خلال مباراته أمام كرواتيا، الذي يعتبر أقل صلابة دفاعية من المغرب إذ تلقى 3 أهداف. أشاد أليساندرو ديل بيرو نجم الكرة الإيطالية السابق بالمستوى المميز للمنتخب المغربي، الذي حقق إنجازا غير مسبوق بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. وكان أسود الأطلس قد خطفوا أنظار العالم بعدما تأهلوا على حساب بلجيكا وكندا من المجموعة 6، ثم تغلبوا على المنتخب الإسباني في ثمن نهائي المونديال قبل عبور البرتغال بدور 8 لحجز بطاقة المربع الذهبي. وقال ديل بيرو في تصريح صحفي: المغرب كتب التاريخ، قدموا بطولة رائعة حتى الآن، لديهم مدرب جيد والعديد من اللاعبين المميزين، وبوصولهم إلى هذا الدور فهم فريق مرشح بالطبع للفوز بلقب المونديال. أكد تقرير صحفي إسباني أمس الاثنين أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يتابع عن كثب تطور موهبة أمين يامال، الذي يلعب في صفوف ناشئي برشلونة ويبلغ من العمر 15 عاما. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فعلى الرغم من أن يامال يلعب حاليا في صفوف منتخبات إسبانيا للناشئين، إلا أن جنسية والده المغربية تمنحه إمكانية تمثيل أسود الأطلس مستقبلا. واعترف ربيع تكاسا أحد كشافي الاتحاد المغربي في أوروبا بأن يامال على رادار أسود الأطلس، وقال: الكل يتحدث عن ذلك ويسأل عما إذا كنا سنضمه مثل بقية المواهب المحترفة في إسبانيا. أمين والده مغربي ووالدته من غينيا الاستوائية وولد في إسبانيا، ويستطيع الاختيار بين 3 منتخبات، وفي النهاية سيلعب بالمكان الذي يشعر بأنه ينتمي إليه وحيث يقول قلبه. يتمتع أمين برؤيته للعبة وبراعة في تسجيل الأهداف، إنه أحد أفضل الأجنحة الذين رأيتهم في الفئات الأدنى على الإطلاق. انتهى موعدنا الرياضي لهذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.